من موسكو مشاهدينا ينضم الينا الدكتور مسلم شعيطو الخبير في الشان الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي. دكتور مسلم مرحبا بك. اهلا مرحبا بكم. اذا دكتور، يعني الكريملين يقول بان تحذيرات ترامب حول ادلب لا تعتبر منهجا كاملا وشاملا. نعم نعم، هكذا روسيا تعتقد، وهكذا ترى ان تصريحات الامريكيه وخاصه الرئيس ترامب هي تجري في نفس السياق التي بدات به الولايات المتحده منذ تدخلها في سوريا بمساعدتها للمنظمات الارهابيه. هي دائما تدعي ان هناك مدنيين سيتعرضون للقصف او سيعانون مما تقوم به القوات الشرعيه السوريه، وأثبتت كل التجارب أن القوات الشرعية السورية هي الأكثر حفاظاً على المدنيين، إن كان في الغوطة الشرقية، إن كان في اليرموك، إن كان في جنوب سوريا في منطقة درعا وفي السويداء، إن كان في كل المناطق التي تم تحريرها. ولكن عكس الولايات المتحدة التي كانت تقصف كما الرقة حتى الآن مدمرة ولم تقم بأي عملية إصلاح هناك، وهي تنادي بالحفاظ على المنظمات الإرهابية في إدلب من أجل استعمالها لاحقاً لاستمرار التوتر في سوريا. ترفض روسيا هذا المنطق وهذا النهج لأنه يعيق عملية القضاء على المنظمات الإرهابية، ومن ثم يعيق العملية السياسية المطلوبة من أجل خروج سوريا من الحرب الأهلية. نعم، يعني في حديث السيد ستيفان دي مستورا قال أو أنه يرى بأن المحادثات الجارية بين روسيا وتركيا يعني تمثل الأساس لتقرير مصير إدلب. نعم نعم، روسيا تعتقد أن لتركيا دورا مهما فاعلا في التخلص من هذه المنظمات، لأن تركيا هي الأساس في إدخال كل هذه المنظمات عبر حدودها إلى سوريا. ولكن في الفترة الأخيرة بدأت تركيا تعرف وتعي أن هذه الأعمال ستنعكس عليها سلبا، ولذلك وافقت في أستانا على العمل من أجل إخراج هذه المجموعات الإرهابية عائدة إلى بلادها أو بالأحرى إلى السجون التركية التي يجب أن يبقوا بها إلى أن تحل هذه المسألة هي مباشرة مع الدول التي أتوا منها. ومن هو معارض من السوريين أن ينضم إلى المصالحات الوطنية ويتخلى عن السلاح. لتركيا دور كبير وفاعل ويجب أن تقوم به نتيجة لالتزاماتها ونتيجة لدورها السابق. نعم، هذا الدور الكبير والفعل الذي تحدثت عنه دكتور مسلم عن تركيا، هل سنراه على الأرض في إدلب؟ تركيا قامت بعمل مخالف لكل القوانين في عفرين، وهي بالتالي لا تستطيع إلا أن تستكمل كما تدعي، وبعدما اعترافها بأن هذه المنظمات إرهابية يجب أن تقوم بإدلب بمكافحة هذه المنظمات والتعاون مع الروسية من أجل مساعدة السلطة الشرعية السورية بمد سيطرة هذه السلطة على كل الأراضي المحازية للحدود التركية في شمال سوريا. نعم، هناك هواجس عند كل الأطراف بأن لا يتعرض المدنيين، ولكن ممكن تخفيف هذا التعرض للمدنيين من خلال التعاون التركي مع السلطة الشرعية في سوريا، ومن خلال ورفع يد الولايات المتحدة عن مساعدتها لهذه المنظمات تحديدا. نعم، يعني هناك صراحة تقارير إعلامية أفادت بأن النظام يخطط لإطلاق الهجوم على إدلب قبل حلول يعني 10 سبتمبر، ما مدى حقيقة ذلك دكتور مسلم؟ يعني هذه مسألة عسكرية تقنية يحددها الجيش السوري الشرعي وله الحق في تحديد الموعد والقيام انطلاقا من حسابات محض عسكرية وليست سياسية. القرار السياسي اتخذ وروسيا تدعمه وسوقت له في الأمم المتحدة وفي لقاءاتها مع كل الأطراف المعنية، مع وزير الخارجية السعودية، مع تركيا، بالإضافة إلى اتصالاتها مع الدول الأوروبية، بأن القرار اتخذ وعلى الجيش السوري أن يحرر مناطقه من المنظمات التي تعتبر إرهابية بالمفهوم الدولي. نعم دكتور، يعني فيما يخص العملية السياسية، يعني ديمستورا تحدث بأن أمامهم أسابيع كثيرة ومهمة من الاستشارات يمكن أن تحيي العملية السياسية، يعني روسيا كيف تنظر إلى ذلك؟ روسيا هي أول من دعت إلى بدء العملية السياسية إن كان في أستانا أو في سوتشي، حيث أنها
التقت مع كل المنظمات اللي تعتبر وطنية وغير إرهابية أو كانوا يسمونها معتدلة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة الدستور أو تعديل الدستور السوري، وهي تدعو كل الأطراف الأخرى وخاصة المعيقة لهذه العملية السياسية من الولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية، وتدعو الأمم المتحدة، والأمم المتحدة شاركت في سوتشي وهي كانت أحد الرعاة لهذا المؤتمر، إلى البدء بعملية المفاوضات، خاصة وأن النظام الشرعي السوري سمى أعضاؤه لهذه اللجنة وينتظر من المعارضات أن تسمي ما عليها من أسماء لبدء الحوار السياسي. طيب الآن هل هو الوقت المناسب للبدء بعملية سياسية؟ دائما العملية السياسية وقتها مناسب لأنها تخفف من الضحايا ومن الدمار وتختزل الصراع في سوريا، ولكن نحن نعرف أن كل ما امتد الجيش السوري الشرعي في أراضيه كلما سهلت العملية السياسية وأصبحت في متناول اليد، لكن يبدو أن الولايات المتحدة عبر تصريحات ترامب لا تريد العملية السياسية، وهي بذلك تحاول الدفاع عن هذه المنظمات الإرهابية في شمال سوريا. إذن أحياء هذه العملية أيضا ستؤثر على الوضع في إدلب. حكما ستؤثر على الوضع، ستتأثر به، كلما خفت تأثيرات المنظمات المعتبرة إرهابية كلما زاد الأمل في الخلاص من الأزمة السياسية، والعكس تماما، إذا المنظمات التي تعتبر معتدلة إذا انضمت إلى العملية السياسية ستكون العمليات العسكرية ضد المنظمات الإرهابية سهلة. إذا هي علاقة جدلية مرتبطة فيما بينها، كل ما يتقدم مسار يتقدم بشكل موازن المسار الآخر معه أيضا. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مسلم شعيط، الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي، حدثتنا من موسكو.